الشهر. شكرا على هذا السؤال. حقيقة تتعرفوا بأن هذه الحكومة والوزارة خاصة تتولي أهمية كبرى لقطاع النقل الطرقي، وخاصة القطاع النقل الطرقي للبضائع الدولي والناس اللي تعملوا بهذا القطاع هذا. في إطار الحوار القطاعي اللي تتنهجه الوزارة مع مختلف التمثيليات المهنية لهذا القطاع، وخاصة مع مهني النقل الدولي للبضائع والسائقين، تم الاتفاق مع هذه التمثيليات على واحد المجموعة من الأولويات اللي تنعملوا عليها، تنعملوا على معالجتها وفق واحد البرنامج سنوي، وتكونوا اجتماعات يعني متتالية، ومن ضمنها بالطبع تجويد وتحسين ظروف عمال السائقين المهنيين وخاصة سائقي النقل الدولي للبضائع. في هذا الإطار تتم تدارس سبل إحداث إطار لخلق باحات للاستراحة خاصة مجهزة بمختلف الضروريات لتمكين السائقين من احترام مدة السياقة ومدة الراحة. وفيما يخص استعمال الطريق السيار نحو طنجة المتوسطي اللي هو تستعمل بزاف من طرف النقل الدولي، تم باتفاق مع المهنيين على تحديد موقعين، جوج ديال المواقع لوقوف الشاحنات رئيسيين تتناسبوا مع التطبيق السليم لمقتضيات القوانين المتعلقة باحترام مدة السياقة وفترة الراحة. وتتعلق الأمر بباحة استراحة في قريبة الأم ربيع في إحدى مراكش، في طريق مراكش، وباحة الاستراحة قريبة القنيطرة. وتتنكب الآن الوزارة على إعداد اتفاقية شراكة هذه السنة إن شاء الله مع كل من وزارة التجهيز والماء والشركة الوطنية للطرق السيارة وأيضا الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، باش نعدوا برنامج ديال هذه الباحات الخاصة بالنقل المهني على مسار الطرق السيارة، والتي ستحدث إن شاء الله بتشاور مع مهنيين النقل الطرقي الدولي وخاصة منهم السائقين المهنيين في السنة القليلة المقبلة.